محمود، هو انت بتاكل ايه؟ تفاح. تفاح؟ تعرف التفاح ده فيه ايه؟ ده فيه فيتامين جيم. تعرف فيتامين جيم ده يعني ضد الاكسده، يعني بيمنع الزهايمر، بيمنع امراض القلب والكانسر. والاكل والدهون اللي انت اكلتها في الاكل اللي انت اكلته في الغداء، انت عارف ان هو بيقلل الكوليسترول؟ كل ده موجود في التفاح، تعرف ده؟ عنب ده، عنب ده صح؟ عنب صح؟ انت عارف العنب ده فيه فيتامين بي، وفيه فيتامين كمان، يعني فيه فيتامين اي وفيتامين كي، وفيه فوليك اسيد، فيه في كل الفيتامينز اللي انت بتبقى محتاجها. تصور كمان ان هو ضد الاكسده، يعني العنب والتفاح الاثنين ضد الاكسده، ده حاجه قويه جدا. يعني الميه انت عارف ان الميه كمان لو درجه حرارتك عاليه بتقلل درجه الحراره، بيعالج الامساك محمود والامتصاص لو انت كنت مشكله في امتصاص ورطوبه الجسم. محمود